يعني ممكن نقول ان المنافسه، او في بعض بيقول انه طبعا تواجد محمد صلاح دي مساله تاريخيه ومساله طبعا كبيره جدا، ولكن الى اي مدى برضو بعض الاراء بتقول انه المنافسه هتكون بين رونالدو ومودريتش؟ هي بالارقام ليها حسابات، ولكن لما بتقول اللي انا معايا يعني محمد صلاح، لما اجي اقول معاه في المنافسه لاعب واخد افضل لاعب اوروبي في نفس الموسم، واخد افضل لاعب في كاس العالم، اذا حظوظه اقوى من محمد صلاح. ولكن لما ارجع للتصنيف ان قادات الفرق والمنتخبات مع قادات مع المديرين الفنيين، هنا ما انا بقوله هي في ملعب الاخر. ولكن مودريتش عامل موسم برضو استثنائي، وعامل ارقام رائعه جدا، وكان بارز جدا. يمكن مودريتش وجوده مع منتخب كرواتيا والاداء اللي ادى به منتخب كرواتيا وصوله للنهائي، طب اعتقد هل عدم حصول محمد صلاح على هذا اللقب هيغير مكانته بين المنافسين؟ خالص. ولكن سؤالك ممكن اجاوب عليه بشكل تاني، اتفضل. ماذا سيقدم محمد صلاح في هذا الموسم حتى يستمر تحت إضاءة هذه الجوائز؟ يعني صلاح هيعمل ايه الموسم ده علشان يفضل يترشح لهذه الجوائز؟ هو ده اللي في ايد صلاح. يعني صلاح حقق الافضل في الدوري الانجليزي، صلاح حقق السنة دي الافضل في افريقيا، هو افضل لاعب في افريقيا، صلاح حقق هداف الدوري الانجليزي. فهل صلاح قادر انه يحقق مثل هذه الانجازات هذا الموسم؟ هو ده. اذا استطاع صلاح انه يحقق وهو بادئ بداية متعثرة في 4 جولات مع الدوري الانجليزي، محقق هدفين، المباراة الأخيرة ليفربول أمام ليستر سيتي بيخرج محمد صلاح من الدقيقة 70 مش مأدي اللي عليه لأنه مضغوط، مضغوط بسبب بعض المشاكل اللي حصلت له في مصر، وتحديدا مشكلته مع اتحاد الكرة أثرت عليه بشكل كبير جدا. ولما يجي يخرج صلاح كان دايما يخرج لا إما مصاب لا إما مأدي اللي عليه، والمدير الفني بيخرجه في الآخر عشان ياخد تحية الجماهير. فبالتالي الضغوط اللي عند صلاح هتعوقه بشكل كبير جدا، واحنا بنتمنى ان الضغوط دي ما تعوقوش، لا حتى يستطيع استكمال مسيرته، يعني يحقق ارقام اكتر، يحقق انجازات اكتر. وفي ظل 4 جولات مع ليفربول صلاح ما حققش المطلوب، هو جايب هدفين ولم يعني في الشكل العام مش مرضي لصلاح، وباين انه عنده ضغوط. ازاي يا فندم ممكن نربط بين هذه الضغوط وبين اداء محمد صلاح في الملعب؟ بمعنى يعني بمعنى ازاي ممكن هذه الضغوط تأثر عليه الى هذا الحد؟ ازاي هذه الضغوط اللي هي في مصر اصلا اثرت على ادائه فعلا في الملعب؟ بالظبط. الواضح كده طبعا محمد صلاح عنده منتاليتي وعقليه قويه جدا، كلاعب محترف ادى ببعض الامور دي، صعب جدا الظروف تأثر عليه، لكن من الواضح انها اثرت عليه بشكل كبير. ازاي الضغوط دي ما تأثرش عليه؟ ان يتم حل هذه الامور اللي عامله ضغوط. الامور دي ابتدت تتحل شويه، كان النهارده محمد على انستجرام منزل صوره شويه كده فيها يعني صورته في الساحل الشمالي قاعد بظهره بجزء كده، يعني صوره هو سابق بيها حاجه، لان محمد بقت رسائله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكمان بشكل واضح جدا. هو الفتره اللي فاتت قال انا عندي مشاكل، وطلع عمل فيديوهات واتكلم فيها، وواضح انه في الملعب متاثر بيها. فبالتالي عندنا احنا جزء كبير، الجزء كبير اتحاد الكره ابتدى يتفاهم ده ويقول احنا هنحل كل مشاكل صلاح وهننفذها. ومحدش يستغرب ان محمد صلاح عايز مرافق او حارس شخصي. كريستيانو عنده 2 حراس وطلب من اداره اليوفي اول امبارح عايز 3 كمان معاه، على الرغم انه طلع في الفيديوز اللايف فيوز قال لا انا مش بتكلم عليه بشكل شخصي، انا بتكلم علينا كفريق، مع ان حضرتك بتقول ان النجوم بيعاملوا معامله طبعا اكبر من ذلك يعني. طبعا، ولكن يحسب لمحمد صلاح ان طالب ده لنفسه ولغيره. كذلك اجيري المدير الفني للمنتخب المصري قال اي حاجه هنوفرها لصلاح هنوفرها مع بقيه اللاعبين، فاعتقد دي رساله. وكمان المنتخب وجهه نظري ان المباراه المقبله امام النيجر يوم 8 من الشهر الجاري هيكون صلاح هو قائد المنتخب المصري او يحصل على شراكه نوع من التكريم والتاكيد على اهميه صلاح داخل المنتخب المصري.